لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. بعد قرار مجلس الحكومة تمديد سراير مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 مايو 2021، والحجر الشامل انطلقا من الساعة 8 مساء إلى حدود الساعة 6 صباحا خلال شهر رمضان الكريم، جرى إعلان المزيد من الإجراءات لمنع تنقلات المغاربة خلال نهاية الأسبوع، نظرا إلى استعداد آلاف من الأسر المغربية للسفر نحو مدن أخرى لقضاء رمضان مع ذويها. وأعطيت تعليمات لعناصر الأمن والدرك بتجديد المراقبة ونصب المزيد من السدود القضائية بنقاط جديدة والتأكد من ترخيص السلطات بالخروج أو الدخول إلى المدن. وقامت المصالح الأمنية بتوزيع عناصر عند مداخل المدن ومخارجها، حيث تم فرض غرامات مالية على المخالفين الذين لا يتوفرون على رخص تنقل وفقا لما تنص عليه القانون المتعلق بتدبير حالة الطوارئ الصحية في البلاد. وتطبق إجراءات أمنية واحترازية مشددة على المواطنين القادمين من وإلى مدينة الدار البيضاء، حيث يلزم توفرهم على الرخص الاستثنائية الخاصة بالتنقل والتزامهم باحترام تدابير الوقاية من كورونا كارتداء الكمامة. وفق المساء فقد وجهت تعليمات إلى الأمن والدرك لمراقبة مدى حرص أصحاب وسائل النقل العمومية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بدءا بالتوفر على وثيقة التنقل وارتداء الكمامات ثم احترام عدد الركاب المسموح بحملهما في هذه الظرفية. وسيجري تعزيز الأمن بمحطات القطار إذ ستضع السلطات حاجزا أمنيا لمراقبة توفر شروط التنقل في المسافرين، وسيجري منع المسافرين الذين لا يتوفرون على رخص للتنقل بدخول محطاته خاصة خلال نهاية الأسبوع الجاري. نشكركم على حسن المتابعة.